النهاردة هنقف عند عملين. العملين الحقيقة قدروا يلفتوا الأنظار واهتمام المشاهد بسبب الفكرة واختيار الأبطال وفريق العمل وكمان التنوع المختلف، الحبكة الدرامية، كمان مثلا حاجات كده شيقة. المسلسلات كمان اللي هي بتتقدم في 15 حلقة خلت كمان الإيقاع يبقى يعني أسرع ويبقى فيه كده فرصة أن أنت تشوف الأحداث سريعا. معايا الآن برحب بالمؤلف والسيناريست أمين جمال، والحقيقة هو يعني عامل مجهود كبير سواء في مسار إجباري اللي بيذاع على شاشة الأولى أو في سر إلهي. مساء الخير أستاذ أمين. مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنة طيبين ورمضان كريم على مصر والوطن العربي يا رب. أولا القصة بتاعت مسار إجباري، القصة أساسا القصة معمولة حلو، وقصة ممكن تبقى موجودة في حياة بيوت كتير وناس كتير. هو أولا أنا عايز أشكر دكتور باهر دودار صاحب المعالجة الدرامية، وده سيناريو حوار أنا ومينا بيبيا ومحمد محرز. فهي القصة يعني الفكرة فكرة حلوة، فكرة كمان إن إحنا أول حاجة بنعمل مسلسل لاتنين شباب أحمد داش وعصام عمر، فدي خطوة يعني تشكر عليها جدا المتحدة إن هما ادوا فرصة لدول إن هما يبقوا موجودين بينافسوا نجوم كبيرة في رمضان، لأن الجيل ده محتاجين أبطال من سنهم يتكلموا بلسانهم، صح، يتكلموا بشخصياتهم بحوادثهم بأفكارهم، لا وما يبقاش مثلا أحيانا بيبقى العمل كبير فيبقى لهم هما مثلا مجرد مواقف أو مشاهد ما تبقاش هي تسليط الضوء عليها، لكن الحقيقة هو الموضوع هم اللي بيقودوا الموضوع، فده الجديد. اللي هو ماذا لو إن أنت بعد مثلا 20 21 سنة تكتشف إن أنت ليك أخ أنت ما تعرفش عنه أي حاجة، وإن أنت في الآخر أنت وأخوك ده اتخذته في طريق اللي هو المسار الإجباري اللي أنتوا هتمشوا عليه، صح، وما ينفعوش ياخدوا خطوة لورا. وشكل بقى أبوهم عليه قصص إن إزاي الأب ده كان وعليه ديون وعليه كل حاجة، وإزاي الأب ده كان مخبي طول الوقت، وفي الآخر أنت هتعمل أنت هنا إيه؟ مخبي إزاي يعني حاجة؟ ده السؤال اللي كل السوشيال ميديا. أنا عايز أقول لحضرتك إن في قصص الناس كتير بتسأل، إن إحنا لو دورنا هنلاقي قصص حقيقية في مصر كده كتير جدا، يعني فكرة كمان إن هو ما قبل ان هو طلع قانون ان هو ما ينفعش حد يتجوز الزوجه الثانيه غير ما يبقى مبلغ الاولى، لكن لو قبل القانون ده هنلاقي ان مثلا بعد ما الاب بيموت بيكتشف ان ليه هنا متجوز، أيوة، وهنا ليه اولاد ومسافر بره واولاده دول مسافرين بره، فدي يعني قصه موجوده من الواقع. أيوة. فكره ان هو فاحنا لعبنا هنا ان ماذا لو انت اكتشفت ان ليك اخ وفي الاخر الاب ده كان عامل غلطه انتوا ما لكمش ذنب فيها وعامل اخطاء، في الاخر انتوا لازم تصححوا من اخطاء الاب ده خوفا على سمعه ابوكم، فانت واخوك هتتعاملوا مع بعض ازاي؟ بقى في اب جماعهم وهم ما يعرفوش بعض وهم عيلتين بس لازم هيبقوا عيله، وواضح انه كمان الشابين مختلفين، يعني في واحد من طبقه شعبيه شويه ابن بلد اكتر، التاني يعني من طبقه متوسطه او ارقى شويه، فبالتالي برضو في اختلاف، في اختلاف ان هنا ما بيتحط في موقف ان مثلا ان ده في حلقات شويه مثلا ان الاخت البنت ده هنعرفه قدام شويه، اما الاخت البنت هنا هتتعاكس، فهنا حسين هيتصرف ازاي طبعاً. لو احمد داش وعصام عمر هيتصرف ازاي، أيوة. ده مثلا هيبقى تصرفه هنا ازاي، ان انا ممكن اروح امد ايدي واروح اعمل، وده مثلا تصرفه ازاي انا ممكن اخد حقي بالقانون لان حد فيهم محامي وحد فيهم من الناحيه الثانيه اللي هو الطالب اللي جاي من منطقه شعبيه، فتصرفاتهم هتبقى غير بعض. هنا كمان عايز اشكر بجد نادين خان عامله شغل حلو قوي، طبعا المخرجه المخرجه الكبيره بنت الاستاذ محمد خان، طبعا عامله شغل حلو جدا. ممكن انا اشكر دينا كريم، طبعا الاستاذه دينا كريم البروديوسر يعني زميلتنا العظيمه، يعني انا عايز اقول ان الاستاذه دينا معانا بحلقه بحلقه طبعا. بمشهد بمشهد، ان هي طول الوقت حتى دينا عندها خبره كبيره، يعني حتى في حلقات مثلا كانت تيجي تعديها استاذ نادين، استاذه نادين تيجي استاذه دينا تقول لا طب تعالوا نقعد نفكر ماذا لو هنروح هنعمل ايه وبتاع، فيعني هي قائد المشروع. خليني اقول انه مسار اجباري ده ابن المتحده جدا، يعني ده اول انتاج المتحده، استاذ عماد ربيع كمان مسرف طبعا، فيعني طيب يعني وهنا كان في تحدي، ما كانش في تخوف انه برضو مغامره اثنين ابطال، صحيح انه داش يعني عامل اكتر من حاجه حلوه الناس بتحبه وعنده شعبيه، وكمان عصام عمر عامل برضو حاجه في بلطو كانت حلوه وعامل حاجه جميله، لكن برضو ان هم يبقى عليهم مسؤوليه مسلسل، هم في الكواليس كانوا حاسين ازاي؟ اكيد طبعا كان في خوف، فكره ان هو في الاول ان انت في الاخر اول مسلسل ليك في رمضان بطولتك انت اللي متصدر البوستر، انت ممكن عصام كان عنده تجربه بالتو كانت على منصه كانت على واتش كانت ناجحه جدا، واحمد داش كان عنده تجربتين قبلها،
بس فكره رمضان ان طول الوقت احنا متعودين في رمضان دور النجوم الكبار بتوعنا، ربنا يديهم الصحه طبعًا. اللي هيفضلوا. يعني انا فرحان برجوع استاذ يحيى الفخراني جدا طبعًا. جدا في عتبه البهجه، طلته على الشاشه بس كفايه. ايوه، ففكره ان انت في الاخر هتنافس النجوم دي وهتنزل وتبقى في منافسه، فدي حاجه تخوف طبعًا. ففي الاخر ان احنا كان طول الوقت عندنا ان احنا لازم نبقى قد الثقه دي، ان احنا محطوطين في رمضان، ان احنا نبقى قادرين على المنافسه دي ونبقى متواجدين. وفي الاخر ان زي ما قلنا في منصات اللي هو الجيل ده اكتر اللي هو ال 18 سنه وال 20 سنه وال 21 سنه طبعًا. بيتفرجوا دلوقتي على المنصات. يعني ده دايما هتلاقيه واتش مثلا دلوقتي. رد الفعل ايه؟ يعني انا عارفه انت كمان كسيناريست اكيد بتتابع رد الفعل، رد الفعل في السوشيال ميديا عن احداث المسلسل رد الفعل من لحد احنا لغايه النهارده الحلقه الرابعه يعني بقى. كل يوم الحلقه بتعلى عن الثانيه، كل يوم الحلقات بتسخن والاحداث بتسخن. رد الفعل ان هو الحمد لله نقديا المسلسل معجبين بيه جدا، الشباب معجبه بيه جدا. الحاجه اللي مفاجئنا طبعا بوجود استاذه صابرين واستاذه بسمه متقلين الموضوع طبعًا. استاذ رشدي الشامي طبعًا. فمتقلين الموضوع. أيوة. فكره ان كمان دلوقتي لا بقت الناس الكبيره اللي هو السن بقى اهالينا ابهاتنا امهاتنا معجبين بالمسلسل طبعًا. ان بتتخيل ان ماذا لو كل واحده فيهم، ان انا لو اكتشفت ان فلان متجوز عليا او جوزي متجوز عليا هتروح تدور ورا جوزها وتشوف لو يكون في حاجه، هتروح السجلات بقى وتبتدي تبحث بقى دلوقتي وتشوف بقى فهو دلوقتي لا ان هو الموضوع ان ما بقاش السن ده بس كمان، لا بقى جمهور المسلسل كل يوم بنكسب شريحه عن الثانيه. يعني كل عرض حلقه بنكسب شريحه. طبعا صابرين نجمه كبيره وجودها مهمه لان ده كمان الاجيال. احنا زمان كنا بنشوف الحلميه والشهد والدموع والمال والبنون، كلها اجيال مختلفه بتسلم بعض طبعا. فده ايضا اعتقد دي حاجه من الحاجات المهمه يعني جدا. يعني مثلا انا وانا جاي التلفزيون المصري، انا بالنسبه لي مثلا انا مواليد 85، فكنت بتفرج على المسلسلات على القناه الاولى والقناه الثانيه طبعا 95 96. انا عندي 11 سنه كنت طول الوقت اعدي قدام التلفزيون، كان حلم من احلامي ان انا يعني ادخل من المبنى بس. فدلوقتي انا يبقى لي مسلسل على التلفزيون المصري ده حاجه كبيره لا جدا وانت بالنسبه لي. استوديو 10 اللي يعني كان بيتعمل فيه اللي فيه ليالي الحلميه والمال والبنون وكل حاجه كانت موجوده هنا يعني لسه اصوات زي ما بيقول لك اصوات الممثلين موجوده في الاركان. في مبنى التلفزيون، مبنى ماسبيرو، ده حاجه عظيمه جدا مش في مصر بس، لا في الوطن العربي، ده حاجه تاريخ كبير جدا جدا. اصعب المشاهد ايه بقى في هو احنا 15 حلقه مسار اجباري؟ 15 حلقه. اصعب المشاهد ايه؟ كتير يعني في مشاهد كتير لسه صعب. وعايز اقول ان يعني لا الحلقات الجايه كمان يعني هتبقى اقوى من كده. يعني من الحلقه احنا من الحلقه الاولى الثانيه الثالثه احنا داخلين في الحلقه النهايه. انت عارف الناس لازم تعرف النهايه واحنا لسه بدري، بس النهايه هتبقى مفتوحه، هتعجبنا، مبتكره، جديده. لا النهايه هتبسط الناس اكيد. هيجي لنا حاله احباط شويه ثم يجي لنا الناحيه الثانيه لا ان احنا لا في حاله فرحه وحاله ان هم دلوقتي في الاخر انا عايز امشي مع الشخصيات بتوعي وافضل ماشي معاهم. ففكره ان انا في الاخر اعيش معاهم، ان انا دول يبقوا جزء من عيلتي، ان انا لو اتحطيت في الموقف ده هيحصل ايه. فهيجي انت وانت بتكتب عندك عيلتين، يعني بتكتب ما بين فريقين، فريق عصام عمر بامه صابرين ايوه، وفريق احمد داش بامه بسمه أيوة. فانت عندك الفريقين طول الوقت، يعني السيناريو مقسم ما بين عيلتين ما بين العيلتين. وفي الاخر كمان اللي احنا مختلفين عنه شويه ان فكره ان الزوجتين لما عرفوا في الاخر ان هم بقوا هم متصالحين مع نفسهم، ما بقوش المفاجاه ان هم شادين مع بعض. انت عارف انا بصيت في ايه؟ ان انت بينت هذا التصالح من المشهد الحلقه الثالثه امبارح ايوه لما تقابلوا في المستشفى. يعني حسستنا كمان بشخصياتهم، هما الاثنين طيبين، هما الاثنين متصالحين ومش ذنبهم هما الاثنين واحسان اللي هي صابرين راحت قالت الكلام ده لعنايات، راحت لها البيت لغايه عندها وقالت لها ان انا في الاخر انت مالكيش ذنب، انت ما كنتش تعرفي. يعني فكره الزوجه الثانيه هنا ده لسه في حلقه النهارده اللي انت بتقوله لا ده الحلقه بتاعت الحلقه الثالثه التالتة يعني راحت لها وقابلتها في البيت وقالت لها ان انت في الاخر انت مالكيش ذنب في اللي حصل ده. وقالت لها برضو جمله قالت لها ان ما فيش ست ما بتبقاش عارفه ان هي بتتخان. بس انا كنت مكبره دماغي، بس انا كنت مش بفكر، كان خلاص العلاقه ما بيني وما بينه انتهت. ودايما الزوجه الثانيه بتبقى عندنا ان هي عارفه ان الزوج متجوز، اللي مختلف عندنا هنا ان هي ما تعرفش ان في الاخر هي بالنسبه لها بسمه ما تعرفش. فالصابرين هي الاكبر وهي الاهم فيها، دخلت ان انا مش زعلانه منك، انا مش جايه الوم أيوة عليك لان هو ما حدش لأن انت حد من حد. بس طيب قدامي دقيقه واحده عشان عندي مسار اجباري في الوقت برضه. دقيقه واحده سر الهي. سر الهي بطوله استاذه روجينا، اخراج استاذ رؤوف عبد العزيز، انتاج المتحده برضه. ده شخصيه نصره
انا يعني الست المصريه اللي بتشتغل بتصرف على جوزها على اخواتها، المراه المعيله، المراه. فالست دي شدتني جدا ان انا ازاي الست دي بالنسبه لي دي بطله. ودي يعني مع احترامي الشديد ما بتلاقيهاش غير في مصر. ان الست اللي تشيل اسره كامله بالطريقه دي بالقوه دي ما تلاقيهاش غير في مصر. صح. ما تلاقيش الست دي موجوده بشخصيتها دي ان هي مسؤوله عن عيله كامله وتضحي وتشيل وتتألم وتتعذب. فماذا لو فمصر ماذا لو ان هي بتعمل كل ده واتحطت في مواقف في الاخر ان اقرب الاقربين ليها ابتدوا يخونوها، ابتدوا يبيعوها عشان خاطر الفلوس اللي هي بتضحي بحياتها وبتضحي بعمرها عشان خاطر تجيب لهم معيشتهم. فالفلوس اللي لو اتحطت ما بين الاخوات واتحطت، فالاخوات هيفضلوا ايه؟ فلغايه دلوقتي اللي احنا شفناه الاخوات فضلوا الفلوس على اختهم فحبسوا اختهم. ولسه الاحداث هتكمل. لسه هيكون لنا كلام كتير. بشكرك شكرا جزيلا انت وباقي من يكتبون طبعا، يعني سواء مسار اجباري او سر الهي. بشكرك استاذ امين جمال، وان شاء الله نتابع معاكم ونشوف يعني اكتر واكتر الاحداث. بشكرك شكرا جدا لحضرتك. وطبعا انا عايزه يعني اوصل لحاجه كده من خلال الدراما، فكره الطمع والجشع بتاع الفلوس يعني بتخلي كل مؤلف وكل سيناريست بيكتب مشاهد كتير، لانه خلينا نتفق ان ده موجود بشكل كبير. يعني مشاكل الورث لانه ما بقاش فيه لمه العيله، مشاكل انه انا ومن بعدي الطوفان، ما حدش عايز يطبطب على حد، ما حدش عايز يقرب لحد. لكن علشان كده لما بتطلع المشاهد فيها انسانيه انت غصب عنك وانت قاعد كده بترتاح بتتبسط وبتقول ايوه هو ده وده اللي احنا عايزينه. فاتمنى انه حاله الجدل او الاراء اللي بتبقى مطروحه في الدراما لازم نفكر فيها مره واتنين، ولو انا عندي مشكله وليه لا، يمكن اخد برايي ده ويمكن حاجه تعجبني، فكره تعجبني انفذها. يا رب يكون الشهر جميل وكريم علينا ويخلينا كلنا في حال افضل واحسن. انتهت وقت حلقه التاسعه اليوم، لكن اكيد غدا تستمر التاسعه مع حضراتكم باذن الله، وانا التقي بكم باذن الله الاربع والخميس الجايين، يكون دخلنا بقى في يعني مشاهد اكتر واحداث اكتر في المسلسلات. من هنا بشكركم والف سلامه.